أول رد رسمي من الريسون على الجزائر بعد الصدمة التي عاشتها الجزائر بسبب تصريحاته الأخيرة. مرحبا معكم بالبيس باسل شيك، إن شاء الله تكونوا بخير جماعة وبصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف أول رد رسمي من الريسوني، التصريح الجديد الذي خرج الآن بعد أن تلقت الجزائر صدمة بسبب تصريحاته الأولى. الريسوني يصرح من جديد، لكن تصريحاته الجديدة أصابت الجزائر بسكتة قلبية، فما هي القصة؟ وأيضا عنا موضوع هام الأمم المتحدة تقلب الطاولة على الجزائر. قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحط اللايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا باش نوصل. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو، نحن بحاجة إليكم من أجل أن تنتشر هذه الفيديوهات وتحقق نتائج إيجابية، فيرجى دعمنا بزر اللايك من أجل أن نبقى مستمرين بهذه القناة. فضلا وليس أمرا يرجى وضع زر اللايك من أجل أن يحقق هذا الفيديو نتائج إيجابية، لأن القناة تتلقى بعض الإبلاغات، لكن إن شاء الله نحن مستمرين. وخلينا نبتدي بالموضوع الأول يلي هو الجزائر تتلقى صدمة جديدة من الأمم المتحدة. المبعوث الأممي في ليبيا أنطونيو غونتاريس يتجاهل مرشحي تونس والجزائر ويعين السنغالي عبد الله باسيلي رسميا بإرساله الاسم المرشح السنغالي عبد الله باسيلي لتولي مهام المبعوث الأممي في ليبيا إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. يكون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتاريس قد أزاح كلا من المرشح التونسي المنجي الحامدي وكذلك الجزائري صبري بوقادوم من السباق نهائيا. صبري بوقادوم التي كانت تعول عليه الجزائر من أجل هذا المنصب، وانتهت رسميا اليوم المهلة التي أعطاها أنطونيو غونتاريس لأعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل إبداء الرأي حول مقترح تعيين السنغالي عبد الله باسيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي ذات السياق يرى رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف أن مجلس الأمن لن يصوت على مسألة تعيين باسيلي، لأن الجلسة المجدولة يوم أمس تخص اليمن. وأوضح شلوف الذي أورد الخبر أن أنطونيو غونتاريس اقترح على أعضاء مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي اسم باسيلي السنغالي، مؤكدا أنه في حالة تقديم اعتراض سيتوقف قرار التعيين، لكن إلى حدود مساء أمس لم يعترض أحد، وعلى هذا من الممكن تكليفه بقرار اليوم أو غد أو في 24 أغسطس الجاري حين تعقد جلسة بخصوص ليبيا. وجدير بالذكر حسب دبلوماسيين آخرين عديدين قد اعترضت الإمارات بقوة على تعيين صبري بوقادوم في هذا المنصب، وعلى هذا الأساس المبعوث الأممي الجديد في ليبيا هو السنغالي وتم اقتراحه رسميا من قبل أنطونيو غونتاريس وتجاهل صبري بوقادوم وأيضا نظيره التونسي. وتعتبر هذه الصفعة جديدة تتلقاها الجزائر اليوم التي كانت تعول على تعيين صبري بوقادوم بهذا المنصب، وما زالت على ما يبدو الصفعات تتوالى من جميع الجهات. دعونا الآن ننتقل إلى طائرات بيرقدار التركية تغري المغرب. يبدو أن القوات المسلحة الملكية المغربية اقتنعت بالإضافة النوعية التي وفرتها الطائرات بدون طيار بيرقدار تي بي تركية الصنع، بعد أن اقتنى المغرب عدد غير محدد من الطائرات التركية حيث وقع عقود طويلة مع الحكومة التركية لتزويده بدفعات جديدة من الدرون
بيرقدر. وكشفت شركة بايكار التركية للتصنيع العسكري عن حجم إنتاجها الشهري من الطائرات المسيرة من نوع بيرقدار تي بي 2 وأقنجي، وأوضحت أن لديها طلبات متراكمة لسنوات وترتبط بعقود تصنيع مع العديد من الدول من بينها المغرب. وأعلنت الشركة التركية أنها قادرة حاليا على بناء 20 طائرة مسيرة شهريا، وأن لديها طلبات متراكمة لثلاث سنوات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة هالوك بيرقدار: يجري إنتاج نسخ من طائرتي بيرقدار تي بي 2 وأقنجي، ولدينا طلب على كليهما. وقال بيرقدار لدى الشركة عقود لتصدير بيرقدار تي بي 2 مع 22 دولة مختلفة من بينها المغرب. كما أن المغرب يرتبط أيضا بشكل وثيق بطائرات بيرقدار التركية، ورغم أن تقارير سابقة لم تتحدث بشكل مباشر عن احتمال نقل هذه التكنولوجيا إلى المغرب، إلا أنها ركزت على أن الأمر يتعلق بالدرونات، أضحت جزءا من المنظومة الدفاعية الجوية المغربية. وعلى هذا الأساس طائرات بيرقدار تغري المغرب، والمغرب يتجهز لاقتناء كميات كبيرة من هذه الطائرة. ونقولها تحية كبيرة للجيش المغربي، تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية، وتحية كبيرة للعلاقات المغربية التركية. هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب لا. المدرب الجديد للمنتخب المغربي، مفاجأة، الركراكي قد لا يكون مدربا للمنتخب. ظهور اسم آخر التقى به فوزي لقجع، بعدما كانت كل المؤشرات تقول إن وليد الركراكي هو من سيتقلد مسؤولية تدريب المنتخب الوطني المغربي بعد رحيل غالوزيتش. حل المدرب الإيطالي المخضرم والتر ماتزاري بالعاصمة الرباط بدعوة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في زيارة مفاجئة لم تكن مبرمجة مسبقا من الطرفين. ووفق ما أورده موقع العربي الجديد نقلا عن مصدر وصفه بالمقرب من رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، فإن المدير الفني الإيطالي والتر مازاري وصل إلى العاصمة الرباط من أجل التفاوض بشأن إمكانية تدريب المنتخب المغربي الأول. وبحسب المصدر ذاته من المنتظر أن يلتقي مازاري المدير المالي للاتحاد المغربي لكرة القدم جلول عينوش على أن يكون له اجتماع آخر مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إن سارت المفاوضات معه بشكل جيد، في الوقت الذي يريد الربان الإيطالي صاحب 60 سنة أن يخوض تجربة الإشراف على المنتخب المغربي لاقتناعه بقدرته على ترك بصمته في صفوف أسود الأطلس. وعلى هذا الأساس يتم الآن مفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة ليصبح مدرب المنتخب المغربي هو المدرب الإيطالي. هذا ما نقلته المصادر منذ الساعات معدودة. هل انتهى الموضوع دون؟ الجواب لا. أول رد رسمي من الريسوني على الجزائر بعد أن أصيبت الجزائر بصدمة غير مسبوقة بسبب تصريحاته الأخيرة. عجل، قبل أن نبتدي دعونا نفعل هاشتاك كلنا الدكتور العلامة أحمد الريسوني. تصريحات الريسوني التي أربكت الجزائر، والجزائر اليوم تعيش على أعصابها، والسبب هو سبب واحد لا غير، هو خوف الجزائر من أن يعطي جلالة الملك محمد السادس الإشارة لانطلاق المسيرة المليونية. تصريحات ريسوني الأولى زلزلت الجزائر بأكملها، والآن سوف نتكلم عن تصريحات جديدة. التصريحات الجديدة من الريسوني التي تعتبر ردا على منتقديه من الجزائر. أول رد رسمي من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني على سيل التعليقات التي انهمرت منذ يوم أمس واليوم من قبل الجزائر وموريتانيا على تصريحاته المتعلقة بتاريخ موريتانيا وارتباطها بالمغرب ودعوته لتنظيم مسيرة وصولا إلى تندوف. وجاء في رد الريسوني الجديد على هذه الضجة الكبيرة التي حصلت أن تصريحاته كانت
في واد، بينما كانت الحملة ضدها في واد آخر. الريسوري قال من جديد، قال تصريحاته التي أصابت الجزائر بسكتة قلبية بعد الصدمة التي تلقتها من التصريحات الأولى. قال الريسوري إنه كان يتحدث بمنطق التاريخ والشرع والحضارة، في المقابل كانت الردود عليه بمنطق سياسي تولاها أشخاص لهم مواقع سياسية بدأت تنكشف. وأضاف الريسوني مزلزلا الجزائر بأكملها، لم يكن وراء تصريحاتي أي حسابات سياسية، مشيرا إلى أنه حاليا لا يشغل أي منصب سياسي وليست لديه أي علاقة مع أصحاب المناصب السياسية. يقول أنا لست رئيس حزب أو رئيسا للحكومة أو وزيرا أو سفيرا أو مرشحا للانتخابات، مؤكدا بأنه تحدث بمنطق التاريخ بصفته باحثا وكفح. هذه كانت تصريحات الريسوني الجديدة على الانتقادات الكبيرة التي أتت من الجزائر. إن كانت التصريحات الأولى شكلت صدمة، فالتصريحات الثانية تعتبر إصابة بسكتة قلبية للجزائر بعد أن قالها معلنها مدوية: نحن نتكلم بلسان التاريخ. نعم، من الغريب أن نرى الجزائر اليوم توجه هذه الانتقادات، فلتذهب وتفتح صفحات التاريخ من أجل أن تعلم أن بشار وتندوف مغربية. إن كانوا لا يعلمون بالتاريخ جيدا، فعليهم أن يسألوا ماكرون عندما يأتي زيارة إلى الجزائر 25 الشهر ويطالب فرنسا بالأوراق الأصلية للصحراء الشرقية المغربية. ونقولها تحية كبيرة للدكتور العلامة أحمد الريسوني الذي أصاب الجزائر بصدمة بالتصريحات الأولى، والتصريحات الثانية كما رأيناها بقوتها سوف تشكل زلزال حقيقي بل سكتة قلبية للجزائر. ونقول شكرا للجميع، ويرجى وضع الزر اللايك من أجل أن ينتشر هذا الفيديو ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إن المغرب. يا سلام، هيكسنا كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك، يحيى الوطن، يحيى الملك، يحيى الوطن.